السلام عليكم. تنتشر الأوبئة وتسجل حالات وفاة دون تحديد سبب طبي يمكن الوقاية منه، وكأن اليمن كان ينقصها الموت بأمراض نسيها العالم وظهرت من جديد فقط في اليمن. تعلن وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين أن لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انتشار مرض إنفلونزا الطيور، فيما تؤكد في الوقت ذاته تسجيل 16 حالة وفاة ورصد 90 حالة مشتبها بها خلال شهري ديسمبر من العام الماضي ويناير من هذا العام. وسبب إعلان الوزارة ليس نفيا لعدم وجود أي وباء، وإنما جهلا بنوع الفيروس المسبب بالوفاة لعدم وجود المحاليل التشخيصية في المركز الوطني للمختبرات. الجانب الآخر في الحكومة الشرعية لا تعليق له حتى الآن، وكأن الأمر يحتاج لأرقام أكبر حتى يتم استشعار الخطر. الخوف الذي ينتشر في صفوف اليمنيين وقلة المعرفة في أسباب المرض والوقاية منه وأعراضه تجعلهم يشعرون ككل مرة ألا أحد يكترث بمخاوفهم أو حتى بموتهم. وما بين صمت منظمة الصحة العالمية ودول العالم عما يحدث في اليمن، يترقب اليمنيون بألم، ويظل التساؤل الأشد سوءا: لما لا نكون بشرا في نظر الجميع؟ ولما لا تحترم إنسانيتنا ولا نتعامل حتى كأرقام تفزع العالم لموتنا؟ مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يحاول أن يبحث حول هذه الأوبئة، أسبابها وطرق الوقاية منها ومسؤولية كل الأطراف تجاه ما يحدث. أستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد الدهبلي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا بك. قبل أن نبدأ حديثنا دكتور، يعني ونود في هذه الحلقة أن تكون توعوية أكثر، لأننا للأسف الشديد لا نستطيع أن نقدم الحلول. ما نستطيع تقديمه هو شرح هذا المرض، أسبابه وطرق الوقاية منه، ولكن اسمح لنا أن نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. الفقر والجوع والمرض، الثالوث الذي تحدث عنه اليمنيون في السنوات الغابرة كأحد مخرجات الإمامة القديمة، هو ذاته الثالوث الذي عاد حينما عاد الميراث الإمامي من جديد. ولو كان داء واحدا لاتقاه الشعب، ولكنه ثان وثالث ورابع. انتشار الموت المفاجئ بالأوبئة والأمراض الغريبة وبأسماء متعددة لم يسمع بها هذا الجيل الجديد من قبل، ومن لم يمت بالكوليرا مات بالالتهاب الرئوي الحاد والمفاجئ، أو بأمراض لها أسماء غريبة مثل مرض السارس. بحسب الطبيب جمال عبد المغني عن حقيقة انتشار مرض السارس في صنعاء والحديث عن وفيات بسبب مرض مجهول منتشر يسبب التهابا رئويا حاد، آخر ضحاياه الصحفي بشير السيد، يؤكد بأن هذا المرض ليس السارس وإنما إنفلونزا يسببها نوع من الفيروسات ينتمي إلى عائلة الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور. تكمن أعراض هذا المرض في زكام يستمر لأكثر من أسبوعين، بالإضافة إلى التهاب حاد في اللوزتين مع حمى شديدة، ويتطور الوضع إلى ضيق في التنفس، إسهال وألم في الصدر، وتدهور الحالة إلى أن يفارق الحياة إذا لم يسعف نفسه إلى مستشفى فيه أطباء على قدر جيد من المهنية وليس مراكز صحية. تحذيرات من وباء إنفلونزا الطيور عقب إعلان وزارة الصحة بصنعاء عن 20 حالة وفاة و 120 حالة إصابة، وهو رقم مفزع وكبير مقارنة بعدد وزمن الإصابة. تجتاح اليمن العديد من الأوبئة والأمراض القاتلة في ظل تكتم شديد من قبل السلطات النافذة، وسط ضعف في الإسناد الصحي لليمنيين من قبل المنظمات الإنسانية، وهو مؤشر يضاعف المأساة اليمنية على أكثر من صعيد. التدابير والجهود المفترضة بالسلطات والتحالف والمنظمات ذات العلاقة إلى هذه اللحظة ليست بمستوى مخاطر الحالة الصحية التي يعيشها اليمن، خصوصا في مناطق سيطرة الانقلاب التي تنتشر فيها الأوبئة بشكل لافت وغير مسبوق. إذا دكتور محمد، يعني تشهد اليمن وصنعاء بشكل خاص العديد من أسباب الموت للأسف الشديد، خاصة في مسألة الأوبئة، وأنت قادم حديثا من اليمن ربما ستكون مدرك أكثر للأوضاع هناك. هل هناك أوبئة تجتاح البلد فعليا ولا تعرف السلطات ما هي أو كيف يمكن مواجهتها؟ وإن عرفت فماذا ستعمل في ظل هذه الأوضاع التي نحن فيها؟
هنا ليس الموضوع أن يكون هناك إنفلونزا من نوع معين، إنفلونزا الطيور أو إنفلونزا العادية حتى A أو B، فمحتملا أن تكون إنفلونزا عادية وليست إنفلونزا الطيور. ولكن المشكلة الكبرى أن الشعب اليمني يعاني من سوء تغذية شديد جدا، وصار عندنا أرقام مهولة جدا عند الكبار والأطفال أكثر، أمراض سوء التغذية الشديدة جدا موجود، يعني صارت الآن أضعاف الأضعاف، ربما نكون وصلنا إلى 5 أضعاف ما كانت في 2014 أو 2015، والإحصائيات لا تردني كاملة، ولكن هناك تزايد فعلا في مسألة تزايد شديد جدا في سوء التغذية، مما يؤدي إلى أنه فقدان المناعة عند الإنسان وخاصة عند الأطفال، الطبقة الصغيرة، الأطفال كل ما كانوا الطبقة الأضعف، الطبقة الأضعف وسيئة التغذية، لأنه سوء التغذية يبدأ في الأب والأم، لكن عند الطفل يكون أسوأ، مما يجعل المناعة ضعيفة جدا، أي إنفلونزا تعمل التهاب رئوي شديد جدا. والإعاقة الكبرى التي تحصل في المستشفيات إننا لا نجد غرف للعناية المركزة للحالات التي تحتاج تنفس اصطناعي أو غيره، فغرف العناية المركزة إذا إن وجدت في مكان فهي موجودة من أجل الحرب، ولا نستطيع أن نقوم من أجل السلم، ليست جاهزة للأطفال ولا جاهزة للنساء ولا جاهزة لغيره، جاهزة للمقاتلين فقط، نحن مشغولين في شيء آخر. وهنا أنا أركز على أن سوء التغذية هي الأساس في الموضوع، وهي الركيزة الأولى التي تؤدي إلى 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 مضاعفة الأمراض، وإلى أن الأمراض تظهر بشكل مختلف عن دول العالم الأخرى. نعم. إذن يعني دكتور، مسألة تحديد هذا النوع من الإنفلونزا، هل يمكن حاليا في وضع البلد بهذه الصورة؟ إذا كان نحن أصلا في السلم، ما قبل الحرب كنا نأخذ تشخيص مرض شلل الأطفال أو غيره وغيره من عمان أو من الأردن أو من مصر، يعني في التواصل معهم، معناته نحن كمان محتاجين الآن علشان نشخص أي مرض غريب أو جديد أو حتى شيء ممكن يكون مسببه مش حتى ميكروب أو ذا، ممكن يكون كمان أشياء كيماوية من مخلفات الصواريخ وغيره وغيره، الأشياء اللي نحن نستخدمها المستخدمة في الحرب الآن، من الجثث كمان اللي تتراكم في الشوارع، من القمامات، يعني نحن الآن نعاني من تراكم قمامات رهيب جدا في كل مكان، وخاصة في المناطق اللي ما فيها اللي فيها اشتباكات. يعني أنا دخلت تعز مرتين مأساة، القمامة قد المستشفى الجمهوري، فهنا طبعا هذه كل مسببات، لانه يكون في معانا امراض غريبه جدا وامراض عائده من القرون الوسطى. نعم. يعني الكوليرا كان انتهى ورجع، وبالذات ايام الامطار، طبعا كل ما عادت الامطار وجاءت تنقل لنا القمامات وتنقل لنا الاشياء اللي كانت موجوده كمخلفات جثث وغيره وغيره، مخلفات كلاب وبشر واجساد. الى اين ستذهب هذه مع المطر؟ الى الابار، وتنقل لنا ما ياتي. والله يعني دكتور، يعني انت طرحت الان مجموعه من الاسباب التي قد تكون مسببه لانتشار مثل هذه الاوبئه، والتي تفضلت يعني وقلت قد يكون يعني مجرد انفلونزا عاديه تماما، ولكن للاسف الشديد لعدم وجود المناعه وايضا لعدم وجود الرعايه الكافيه قد يتطور الى مرض خطير لا سمح الله. اذا يعني لو تحدثنا دكتور، يعني اول ما اجد يعني مثلا ابني او ابنتي او اخي لديه مجموعه من الاعراض، ما هي هذه الأعراض التي تجعل الأب أو رب الأسرة يستشعر الخطر ويبدأ بفحص المريض؟ هل ذكرتها لنا؟ بالنسبة للإنفلونزا بشكل عام، هي إنفلونزا كل أنواع الإنفلونزا بشكل عام ليست يعني حمى، زكام، رشح، ممكن يصاحب صداع أو أحيانا ممكن حتى غثيان وطرش، لكن الحالات التي تسوء هنا الطفل إذا كان الرئتين حقه، إذا كان في حركة في صدره غريبة أو تنفسه في صعوبة في التنفس، في حاجة من هذه، أنا لازم أوديه المستشفى. هذه الحالات طبعا، أما إذا الطفل يلعب يأكل يشرب طبيعي ما عندهش أي مشكلة وشوية زكام وقليل حمى عادي، لكن عندما الطفل يسقط يبدأ ما يأكلش، يعني نحن بالذات في الأطفال، لأنه في الكبار أصلا هو حيتكلم عن نفسه، لكن الأطفال اليوم أقل من 5 سنوات عنده طبعاً علامات، يقول أنا يا أما ما ينامش كويس، يا أما وقت ما بينام بيجي له حشرة، بتجي له مشاكل صدرية وبيحس بصعوبة التنفس، أو بيطرش ما بيأكلش ما بيلعبش. هذا الطفل إذا كان في واحدة من هذوم أو ثنتين لازم يسعفه. طيب يعني حين يتم إسعافه، هل يعني الطبيب أي طبيب هل يمكن أن يعني يعطيه أي نوع من أنواع المضادات التي تقيه من تطور المرض أو الوصول لا سمح الله إلى مرحلة متأخرة بحيث لا يستطيع علاجه؟ إذا وجد طبيب، قد لا يجد طبيب الآن، نحن في مشكلة عدم وجود الأطباء، الأطباء في أماكن محددة ومعظمها يعني الآن على مستوى في بعض المدن اللي فيها الاشتباكات ما فيش معنا غير أطباء اللي يقوموا بالحرب، أطباء الجراحة، أطباء الأطفال، أطباء الباطنية والأطباء الآخرين معظمهم غير متواجدين في أماكن المراكز الصحية، أغلبها على قائمة على مساعد طبيب أو على ممرض، فإن وجد الطبيب، الطبيب حيشخص الحالة، إذا الحالة سيئة حيبان،
وكمان المساعدين الأطباء ممكن يؤدي يبلغ الأم والأب، يعطيهم إشارة إلى أنه ذا الطفل ممكن يعاني من مشكلة، ممكن ينقل إلى مراكز أخرى. نعم. طيب في المناطق التي يعني ربما وضعها طبيا أفضل، يعني مثلا من تعز، نعرف أن تعز للأسف الشديد وضعها متدهور للغاية، نعلم يعني حسب ما نتابع من الأخبار أن هذه الفيروسات أو الأوبئة ظهرت في صنعاء إب مأرب صعدة، يعني ظهرت بعض هذه الحالات. يعني برأيك دكتور لما تركزت في هذه المناطق، ما هو يعني النزوح الشديد؟ الآن تعز تقريبا 90% من تعز داخل إب، إيش تنتظري داخل إب؟ كارثة. نحن الآن داخل إب الآن ما عندناش إمكانية أن نحن نواجه القمامة ولا نواجه المخلفات الإنسانية اللي موجودة داخل إب. طيب يعني ما مأرب مثلا لديها عدد هائل من النزوح؟ عندها نزوح كمان، أي لكن لم تظهر لديها مثل هذه الفيروسات. مأرب ربما تكون يعني الأكثر حظا لأنها جارة للشقيقة، لأنه عندهم الإمكانية أفضل. والآن مأرب تقريبا دولة حديثة تمشي تقريبا، يعني خرجت من كونها يمنية. طيب صعدة أيضا لا تواجه عدد كبير من النزوح، على العكس يعني هناك صعدة مباكش داخل سكان. هذه النقطة لما تظهر مثل هذه الأوبئة لديها، يعني لعدم وجود الرعاية الصحية. الرعاية الصحية وكمان لأنه ما تنسوش أن الطائرة تقصف والحرب مستمرة، وصعدة تأخذ تقريبا 70% من الحرب، يعني مثلها مثل تعز. نعم. طيب دكتور هل تتوقع أنه يعني إلى الآن يعني من خلال مثلا إعداد هذه الحلقة لم نجد استشعار لخطر ما يحدث، هل المسألة فعلا داعية ل يعني إعلان نواقيس الخطر بوجود هذه الأوبئة؟ يعني مسألة القمامة المتراكمة، مسألة النظافة، مسألة التوعية، على مستوى التوعية لا نجد أي شيء من هذا القبيل. حتى على مستوى يعني وأنا أتابع الأخبار هناك كان نداء وجه من قبل السلطات في صنعاء إلى منظمة الصحة العالمية قبل شهرين ولم يأتهم أي رد، لا بتزويد المختبرات الصحية بالمحاليل التي تتطلب أو التي تجعل يعني الأطباء يعرفون ما هو هذا المرض، ولا أيضا لأي نوع من أنواع المضادات. في ظل هذه الأوضاع كيف يمكن التصرف؟ الحرب لازم توقف، هذا يعني أمل الجميع. إذا لم تقف الحرب نحن أمام صعوبات. حتى الأجنبي أو المنظمات أو غيره، يعني الآن منظمات أطباء بلا حدود أو غيرها تشتغل، يحاولوا يشتغلوا بشتى النطاقات، لكن في نطاق ضيق، يعني لأنه في مناطق اشتباكات أنا ما أقدرش أوصلها، في أماكن كمان يعني في محرمات، في أماكن مش عارفين يدخلوها، يعني التنسيق كمان مش جيد، عدم يعني نحن أمام مش عارف داخل اليمن يمكن 4 حكومات أو 5 أو يا عالم كان. فهنا المنظمة مع من تتعامل مع هذا الآخر يقول ليش أنا ما عملت لي؟ فهذه يعني مشكلة إنه حتى نحن الآخر اللي عاوز يساعدك مش عارف كيف يساعدك كمان، لأنه نحن أصلا صرنا مش عارفين كيف نمد يدنا كمان للآخر عشان يساعدنا في هذا الوضع اللي احنا فيه. نحن الآن لازم كمان نستشعر إن اليمن في كارثة كبرى، مش بس الأمراض هذه الغريبة، الغريبة الأكبر إنه الشعب اليمني بالذات الطفل اليمني يموت من سوء التغذية، يموت كمان الآن التعليم تدمر، الصحة تدمرت، مستشفيات تدمرت، مدارس تدمرت، ما بقاش معانا ولا أي مقوم من مقومات الحياة. فطبيعي جدا إنه أي مرض بيجي بيفتك بنا. يعني الآن حتى الحيوانات داخل اليمن صارت تهاجر، يعني الكلاب ما حصلتش مكان، الحيوانات كلها مش واجدة مكان داخل اليمن. يعني هذا يعني إذا وجدت من يستقبلها دكتور، يعني للأسف الشديد أصبحنا يعني لا نجد من يستقبل حتى على مستوى الهجرة، يعني التي هي من حق أي مواطن في يقع في بلد تحت الحرب. اسمح لي أن ينضم معنا الدكتور جمال عبد المغني وهو طبيب من صنعاء. مساء الخير دكتور جمال. مساء النور دكتور جمال. يعني أنا قرأت المنشور الذي وضعته في صفحتك على الفيسبوك، وأشرت أنت إلى العديد من النقاط التي على الشخص أو المصاب أن يتنبه لها ليعرف هل هو مصاب أم لا. حدثني بداية عن مدى وجود هذه الأوبئة في صنعاء، ولما لم يتم الحديث عنها بشكل واضح حتى الآن؟ بداية وباء إنفلونزا الطيور هو انتشر نهاية شهر ديسمبر عام 2017، كانت حالات معدودة، يعني كانت تسمى للطوارئ حالات اشتباه. لا نستطيع تحديد الحالة أو تحديد المرض بشكل دقيق بسبب اتجاهنا للفحص المخصص لهذا المرض. فكنا نشخص المرض عن طريق الفحص السريري بالإضافة إلى بعض الفحوصات، ونخرج إلى نتيجة أن الشخص هذا اشتبه بإصابته بمرض إنفلونزا الطيور. نعم.
هل تعتقد أن هناك تكتم لوجود هذا الوباء دكتور جمال، أم أنه لم يتم يعني استشعار الخطر بعد، أو لم يتم وصول الأمر إلى مستوى إعلان حالة الطوارئ في هذا يعني المجال؟ طبعا إلى حد الآن الحالات لا زالت قليلة والحمد لله، أغلب الحالات من صنعاء ومحافظة دمار لا زالت معدودة، لكن إذا ما فيش ولا أي استجابة من السلطات في صنعاء لهذا المرض يعني فهو مرجح ليصبح وباء مثل ما كان مرض الكوليرا. في بداية الكوليرا كانت حالات معدودة 15 حالة، بعدين إلى أن تطورت إلى 700,000 حالة خلال أقل من سنة واحدة. نعم دكتور جمال، يعني برأيك ما هو السبب لوجود يعني أو ظهور أوبئة ربما لأول مرة نسمع بها؟ يعني الكوليرا يعني ظننا أنه مرض وانتهى، لكنه ظهر من جديد، الدفتيريا، السارس، وأسماء يعني جديدة على السمع. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الأوبئة؟ مثلا الدكتور وهو ضيفنا هنا في الاستوديو يعني رشح أن أهم الأسباب هو سوء التغذية مما يجعل المريض مستقبل لأي نوع من أنواع يعني لا يوجد لديه المناعة ليقيم من أمراض بسيطة، فتتطور المسألة بصورة سريعة إلى أحد الأوبئة. ما رأيك؟ صحيح، سواء التغذية يلعب دور رئيسي في هذا الموضوع، لأن مناعة الجسم تكون ضعيفة جدا ولا تستطيع مداومة أي مرض خارجي، لذلك فرصة تعرضها لبكتيريا أو فيروسية مرتفع للغاية. بخصوص مرض انفلونزا الطيور أو الفيروس الذي ينتمي إلى هذه العائلة، بحكم اجتماعي مع الدكاترة والكثير من الأطباء والأخصائيين أنه غياب الرقابة عن الدجاج المثلج الذي يأتي إلى صنعاء، خصوصا أنه يعني مثل ما تعرف الموظفين بلا رواتب، يعني شعب فقير، يعني فلذلك عندما يشوف دجاجة سعرها 700 ريال يعني يروح يشتريها، لا يعرف مصدرها، لا يعرف طريقة التبريد، على الرغم أن التبريد بيئة خصبة لتكاثر هذا النوع من الفيروسات. نعم، إذن أعطينا دكتور يعني أبرز النقاط أو يعني نعم النقاط التي يجب على المواطن أن يتوخى الحذر يعني لكي يقي نفسه وعائلته من أي وباء. يعني مثلا أنت ذكرت الآن الدجاج المثلج، قرأت أنا أيضا استخدام البيض يعني وطهيه بطريقة تامة، يعني كيف ما هي النقاط الأخرى التي يجب التنبه لها؟ هذا الموضوع يجب أن يكون مشترك بين المواطن وبين السلطات. أولا ما يجب على السلطات أولا هي مراسلة أو تواصل مع أصحاب مزارع الدواجن لمعرفة إذا كان هناك أي نفوق أو عملية وفاة جماعية للدجاج، وبذلك يتم حصر الوباء في منطقة معينة ولا يتم تصديره إلى منطقة أخرى. هذا عمل مركز الترصد الوبائي ضروري يقوم بهذا الخطوة. ثاني حاجة يجب على وزارة التجارة فريق متخصص إلى التجار لمعرفة مكان الدجاج المثلج من أين أتى وما هي المعايير التي سمحت لهم بالاستيراد هذه النقطة. ثاني شيء أنه بخصوص ما يخص المواطن إذا مثلا يعني انه ما يشتريش اي دجاج ولا اي لحم يعني بدون معرفه مصدره، بدون معرفه طريقه التبريد، بدون معرفه مكان الصنع، لانه هذا هي النقطه الاساسيه التي نعاني منها، هي هذه النقطه انه الدجاج المثلج يعني هو الجوهر في هذا الموضوع. نعم. طيب دكتور، يعني إلى الآن يعني لم يتم توعية المواطنين بهذه الأمور، لم يتم مراسلة يعني الأماكن التي تفضلت بها واقترحتها أنت، يعني هل يمكن أن يعني كونك طبيب ومتواجد في منطقة يعني فيها عدد من الحالات، يعني هل يمكن أن تشكل أنت وبقية زملائك يعني نوع من الضغط على وزارة الصحة للعمل بهذه المراسلات أو هذه الأفكار التي وضعتها أنت؟ فعلا احنا بدأنا أنا وكثير من الزملاء بعمل بروشورات توعية لهذا المرض، وبدأنا بمراسلة مركز الترصد الوبائي،
ولا والحمد لله جاء جت تجاوب منهم ليل امس في الامس يعني، خصوصا انه انا هلا ناطق رسمي باسم وزاره الصحه، لا قبل اسبوع ينفي نفي تام وجود اي حاله لمرض انفلونزا الطيور في صنعاء، وامس يقول انه عدد حالات الاشتباه 130 او 120 حاله و 20 وفاه. بدأوا بتشكيل لجنة لمراسلة المستشفيات الحكومية ومعرفة عدد الحالات التي تصل إلى كل مستشفى حكومي، مع العلم أن العلاج الوحيد الذي المخصص لمرضى انفلونزا الطيور هي تنتجه شركة روش السويسرية، وهو غير متوفر في اليمن. لذلك نلجأ لمعالجة هذا المرض عن طريق بعض المضادات البكتيرية، وهو يعني قد يكون ينفع يعني قد يكون ما ينفع، لكن يعني هل يمكن توفيره من قبل منظمة الصحة العالمية؟ نعم في حال التواصل مع منظمة الصحة العالمية ممكن بأي سهولة توفره. وثانيا ضروري من توفير الفحص المحدد لهذا المرض، لانه الان مثل ما قلت لك انه عباره عن حاله اشتباه. احنا نشتبه بهذا المرض انه مصاب بمرض انفلونزا الطيور، لكن يعني كتشخيص نهائي لا نستطيع تشخيصه بسبب اتضحت للمحاليل الخاصه بهذا المرض. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد المغني، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، ربما أنت وضعت يعني حلم جميع اليمنيين لكي نتحاشى كل ما يحدث على الحرب أن تتوقف، ولكن دعنا يعني نعود إلى الواقع ونتحدث عن خطوات عملية ينبغي على السلطات القيام بها، سواء السلطات التي للأسف الشديد متواجدة في هذه المناطق التي فيها أوبئة وتدعي بأنها سلطة شرعية، أو السلطات الشرعية المعترف بها أمام العالم. طبعا أكيد نحن الإعلام أولا، الإعلام لابد أن يوجه الناس إلى كيفية التعامل مع، يعني إن كان في وباء استخدام حتى الكمامات، كمان تجنب العطس في المواصلات العامة، في الأماكن العامة بشكل عام، يعني على كل إنسان على الأقل يحافظ على أنه ما ينقلش ميكروباته للآخرين. نعم. وقت العطس كمان كل واحد كمان يأخذ له كمامة، أحيانا كنا نأخذ الكمامات ونعطيها لكل الناس. صح. كوقاية منه بالنسبة للأطفال، هو الجانب الأهم إن نحن كيف كمان وقت اللعب وقت كذا، يعني بقدر الإمكان أنه واحد يحافظ على النظافة، التركيز على النظافة، المياه، عدم وجود المياه، قلة المياه لها دور كبير جدا في أنك ما تقدرش أصلا توعي الناس في مسألة النظافة، يعني توفير المياه مهم جدا، غسل اليدين قبل الأكل، غسل الأطعمة، يعني الأمور هذه لابد أن يكون فيها توعية بشكل شديد جدا، خاصة عند انتشار الكوليرا أو الإنفلونزا. نعم. طب دكتور، يعني ألا يفترض يعني تحدث معنا الدكتور جمال أن هناك محاليل معينة وهناك أيضا علاجات محددة قد تساعد في الحد من هذا المرض، أي منظمة الصحة العالمية يعني ألا يعني يوجد استشعار الخطر، يعني ألا يعني هل ينتظرون فقط أن نقول 1000 حالة وفاة حتى يشعر العالم أن هناك كارثة أو وباء، يعني لما لا يتم الحد من هذا الوباء وما زال في يعني أرقام في العشرات، يعني لما ننتظر أن نصل إلى المئات؟ هم ينتظروا بلاغات، إذا كان في بلاغات هم يعني على حسب يعني حديث وكيل وزارة الصحة للإنقلابيين أنه تم مراسلتها قبل شهرين، بس برضو في كل فرع من فروع الوزارة في الناس اللي يشتغلوا مع المنظمات ومع يعني مع الوزارة في آن واحد ومع المنظمات، ويعطوا بلاغات ويعطوا تقارير الإحصائيات. عندما تنعدم الإحصائيات، عندما ينعدم الموظف الذي يقوم بالإحصائيات، على أي أساس بتتعامل معنا المنظمات إذا عدم الموظفين اللي يشتغلوا على هذا الجانب؟ نحن بحاجة الإحصائيات، عدم وجود الإحصائيات يجعلنا ضعيفين جدا أمام أي منظمة. نحن يعني عند المراسلة على الجهة التي تراسل أن تحدد ما هي الإحصائيات التي اشتبهت بها، لابد أن يكون عندي اشتباه، وكمان لازم يكون في سجلات للحالات، ولازم يأخذ فحوصات من المرضى وترسل حتى للخارج، زي ما مثل ما كنا نتعامل مع شلل الأطفال، مع غيره إذا كان أصلا نحن مش قادرين، أو كمان بالإمكان إيجاد الفحوصات اللازمة وإثبات حالات. إذا أثبتنا حالات بالإمكان أن نحن بعد كده نطلب من الآخرين يساعدونا، نقول في وباء، لكن الآن أصلا ما فيش وباء، يعني ما نقدرش نقول إنه في وباء موجود. نعم. نحن في معنا كم حالة موجودة، حتى زمان لما نتكلموا حسب الحالة اللي تكلموا عن السحايا وانتشار السحايا في صنعاء، كانت حالات محددة في منطقة شعوب في صنعاء وتم السيطرة عليها، وكانوا معظمهم حالات كبيرة، ما فيش حتى بينهم من حالات أطفال، علشان واحد كمان يقول إنه في وباء.
كانت عدد حالات وتم السيطرة عليها وما سجلناش وباء سحايا في صنعاء. طيب دكتور، يعني نواصل حديثنا بعد الفاصل ونركز أكثر على كيف يمكن الوقاية لأطفال اليمن الذي هم يعني المستقبل القادم، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم، البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد. دكتور محمد، يعني هناك نقطة مهمة أنت تحدثت، يعني وهذا ما نأمله، أنه لا نستطيع أن نقول أن الوباء موجود حتى الآن، ولكن يعني مجرد وفاة بعض الأشخاص خصوصا إن كانوا، يعني لا ننسى رحمة الله علي بشير السيد، يعني ربما جعلت هناك هزة للناس، هناك تخوف شديد من وجود أي وباء، قلق فعلي، يعني حتى على مستوى يعني هناك من يتحدث عن تضارب في نتائج التحليلات بسبب غش التجار واستغلالهم للظروف وإعطاء تحاليل مزورة لا يعني مغشوشة لا تظهر النتائج يعني كما هي. ما رأيك في هذه النقطة؟ كيف يمكن تجاوزها؟ يعني أنت طرحت نقطة مهمة وهي الإعلام، ولكن للأسف الشديد الإعلام بعيد تماما عن يعني توجيه وزارة الصحة سواء التي يشرف عليها الانقلابيون أو التي تشرف عليها يعني الحكومة الشرعية. بالنسبة بالجانب هذا، نحن أمام معضلة اسمها، إذا نحن تقريبا الطب التشخيصي أو الطب الوقائي دمرناه تدمير كامل في هذا الوضع. يعني الحرب أولا، وثانيا كمان الانقسامات اللي موجودة في العمل نفسه، يعني كمان تداخل أحيانا التقارير في التوجه السياسي أو في توجه إنك عاوز تعمل شيء، يعني مصلحة الحرب أو مصلحة جهة معينة من الحرب في أن تعمل إعلام لهذا المرض على حساب هذا أو على حساب كذا. نحن أمام كارثة أولا، أنا بنظري أنه الكارثة الأولى اللي نعيشها كيمنيين كأطفال يمنيين بالذات، اللي نحن الطبقة الأكثر تضررا في هذا الموضوع، أنه كل برامج الطب الوقائي تقريبا أزيحت، يعني سواء على مستوى التشخيص. أنا طبعا كنت كأحد المستشارين اللي نحن اشتغلنا في محاولة عمل برنامج التشخيص المبكر للإعاقات السمعية والبصرية والحركية أصحاب التوحد. الحالة هذه تقريبا الآن من 2010 نحن بدأنا اشتغلنا عليها، اشتغلنا من 2010 ل 2011 12 كذا 14 حتى ل 2015 توقف البرنامج. يعني أنا الآن على مستوى تعزن المشرف الوحيد اللي موجود، وأنا من 2015 الآن ما عملش أي حركة في هذا الجانب، لأنه نحن طبعا صندوق التنمية كان اللي يدعم الموضوع، والموضوع كان متحرك بشكله. فتحنا عيادات في كل المستشفيات على أساس عيادة لتشخيص مبكر. يعني نحن الآن في تركيا تقريبا الآن خمسة أو ستة أو ستة مرضى، ستة أمراض اللي هي طبعا الغدة الدرقية، أمراض الغدة الدرقية وبعض الأمراض اللي هي أمراض الميتابوليزم الأول اللي يسموها، يعني المهم في معنا خمسة أو ستة أمراض تأخذ من الطفل ساعات الولادة، يتم قطرتين دم، يتم الفحص وتشخيصها تشخيص مبكر. نحن في اليمن التشخيص المبكر كله تماما انضرب، يعني على الأقل للطفل وقت ما يولد أشخصه أو أعاينه أشوف إذا كان عنده أي انحراف أو عنده أي إعاقة أو كذا، من يعني أبدأ أتنبه له في الشهور الأولى أو في السنوات الأولى. هذا الموضوع الآن مجمد، نحن كنا بدأنا ننشره ووقفنا البرنامج وتوقف البرنامج على المستوى بالنا بالأمراض البسيطة اللقاح كمان في مشكلة في به، يعني في مشكلة الآن في اللقاح، الآن في تناقص في اللقاح، ما عادوش زي ما كان زمان، يعني الحركة في مناطق الاشتباك ما فيش. فأنا إذا كان أصلا كنت أقول سنة 2000 خالية من الشلل، الآن أنا مش خالية من الشلل ولا خالية من الكوليرا ولا خالية من أمراض كثيرة جدا،
ربما التيبي كمان الآن اللي احنا ناسينه يكون موجود بشكل غير عادي، وربما بعض حالات الإنفلونزا اللي احنا نتكلم عنه قد يكون في تحته تيبي توبركولوزيس اللي هو مرض السل اللي احنا كمان نسيناه. طبعا أصحاب السل كانوا يشتغلوا بشكل جميل جدا، بس احنا لسه كارثة السل ما تكلمناش عنه. السل موجود باليمن بشكل غير عادي ولا يشخص، لا يشخص، مع انه معظم دول العالم اكتثته، لكن في معظم دول العالم المتقدمه نتيجه وجود الايدز عاد التوبركلوزيس عاد السل. عندنا باليمن السل موجود نتيجه نقص المناعه اللي هي نتيجه نقص التغذيه. نعم، اذا عند هذه النقطه دكتور يعني مساله سوء التغذيه، يعني تحدثت انت بنقطه مهمه، اغلب الاسر اصبحت دون مصدر دخل حقيقي، ازدادت نسبه الفقر بشكل كبير، يعني النسبه تزداد سنويا. يعني نصيحتك كطبيب لأسرة تعد فقيرة، كيف يمكن أن تتحاشى سوء التغذية بأبسط الإمكانيات المتوفرة لديها؟ كيف يمكن أن أقي طفلي وأنا لا أملك يعني المال الذي قد يعطيني يعني يسمح لي أن أوفر له البروتين والنشويات والسكريات وكل الأمور التي يفترض أن يعني تعطى للطفل؟ هي طبعا بالنسبه للاطفال الصغار اللي هم المواليد بشكل عام، اذا الام جيده والام بصحه جيده، حليب الام نحن نقول لا خلاف عليه، ولا يحتاج اي حليب اخر، ما نتكلمش عن اي شيء اخر غير حليب الام، اذا قدرنا نغذي الام زي الناس. طبعا الستة الاشهر الاولى ما نحتاجش غير حليب الام، من الشهر السابع وكذا وكذا تبدا بالتغذيه البسيطه، يعني ممكن تهرس شويه بطاطا على حاجه من دي البسيطه، الحاجات الجديده جدا اللي هي ممكن تتواجد داخل البيت، الشبيسة الهريسة الحاجات هذه ممكن تعطي للطفل هذا، ممكن يمشي حاله، فما فيش مشكلة معانا بالأطفال شديدة جدا إذا الأم بصحة جيدة. لكن إذا الأم تعاني نقص دم، إذا الأم تعاني نقص تغذية، إذا في مشكلة عند الأم معنا مشكلة مع الأطفال. طبعا عندنا بالنسبة للكبار الأطفال الكبار نحن باليمن معانا أغذية كثيرة جدا متوفرة عند الجميع، وطبعا إذا ميزانية القات حق الأب والأم نقصت كمان ممكن تعطى للطفلين أو للأطفال الموجودين. مثل إيش الأغذية اللي متوفرة عندنا؟ البطاطس ممكن، إحنا البطاطا رخيصة وموجودة، الوزيف موجود عندنا وداخله يعني داخله كمية غذائية غير عادية. إيش أقول؟ طبعاً بالنسبة للحوم والحاجات هذه واحد ما إنما الفاصوليا موجودة والفول موجود. العدس. والعدس والحاجات هذه موجودة، والأكثر البطاط والوزيف السمك، السمك موجود عندنا. المناطق الساحلية بس. نعم. الأطفال برضو يعني حق هذا الأيام يعني مزاجاتهم مختلفة وصعبين يعني في مسألة التغذية. اسمح لنا دكتور محمد أن ينضم معنا دكتور وليد الثجيري، طبيب ومتخصص في الترصد الوبائي من صنعاء. مساء الخير دكتور وليد. مساء الخير لكم جميعا. دكتور وليد، يعني هناك تخوف شديد من انتشار بعض الأوبئة لا سمح الله، والتي يعني تسببت في وفاة 16 حالة وصلت ربما إلى 20، وهناك 130 حالة اشتباه، يعني ما هي الفكرة لديكم حول هذه الأوبئة؟ نعم، بالنسبة لانتشار الأوبئة الجديدة في صنعاء خاصة وفي اليمن عموما، هو تردي حالة الإصحاح العام والنظافة الشخصية وتردي وضع الصحة بشكل عام. فإذا ضربت لك مثال بسيط، هو أنه مثلا الناس كانوا متعودين أنهم يشربوا مثلا ماء معدني، أصبح مع تدني الوضع الاقتصادي أصبحوا يبحثوا عن مصادر مياه غير مأمونة، وإذا كانوا مثلا يعقمون بالتسخين في البيت أصبح ليس لديهم مثلا الغاز الكهربائي للتسخين، فأصبح عدم الاهتمام بمصادر المياه المأمونة وبالنظافة الشخصية. أيضا تراكم القمامة في اليمن بشكل عام وقلة خدمات المرور على الجمائم من الحارات والشوارع أيضا يهدد بانتشار مزيد من الأوبئة بالإضافة إلى الأوبئة الحاصلة الموجودة. نعم، إذا دوركم أنتم كمركز للترصد الوبائي، هل فقط تسجيل حالات يعني مشتبه بها، أم يعني لديكم أيضا يعني مجال للوقاية، ل يعني إعطاء معلومات كافية كيف يمكن تجنب أي وباء قد يظهر؟ نعم، وزارة الصحة تنسق في جميع المحافظات عن طريق مكاتب الصحة بترصد الحالات وتسجيلها والتبليغ والإبلاغ عنها بشكل يومي وبشكل مستمر إلى مراكز الصحة ومنها إلى وزارة الصحة والإبلاغ عن أي وباء جديد. وأنت تحدثت في البداية عن تسجيل حالات وفيات جديدة. نعم.
هذه فعلا حادثه، ويعزل سببها الى انفلونزا الطيور، وكذلك حالة سجلت للدفتيريا. بالنسبه الى كلا المرضين هو يرجع ايضا الى تدني مستوى الصحه في الجمهوريه بشكل عام والاصلاح البيئي، كون اذا علمت ان معظم المراكز الصحيه تعمل بنسبه 50% فقط من كفاءتها، وبعضها وصل الى 30%. ايضا ظهر شيء جديد، وهو عزوف الناس عن تحصين ابنائهم في فتره الطفوله، وهذا ينبئ بظهور. ما السبب؟ ما السبب الذي يعني يجعل الأهالي؟ نعم هذه نقطة مهمة جدا دكتور، أشكرك عليها، لأن كثير من الأهالي يعني سواء متعلمين أو غير متعلمين أصبحوا يعزفوا عن التحصين خوفا من يعني انتهاء العقاقير الطبية التي تستخدم للأطفال، وأيضا هناك إشاعات بأنها تسبب العقم، تسبب الشلل وما إلى ذلك. كيف يمكن أن يعني نركز على هذه النقطة؟ نعم، هو فعلا الكلام الذي قلته هو حاصل، وعزوف المجتمع خاصة الجاهل وغير المتعلم وفي الأرياف عن فكرة التحصين كونه يسبب العالم ويسبب الأمراض ويسبب أشياء أخرى وخزعبلات لا صحة لها ولا أساس لها من الصحة، غير أنها ثقافة في المجتمع تنتقل من شخص إلى آخر فيصدقها المجتمع. ولكن أيضا الذي يصدمنا هو أن بعض المتعلمين والمثقفين يقولون نفس الكلام خاصة هذه الأيام، ولا ندري ما هو السبب، ولكن دائما نحذرهم من أن هذا الشيء والعزوف عن التحصين. نعم، إذن دكتور يعني كيف يمكن عمل برامج يعني توعوية للأهالي سواء على مستوى التحصين سواء على مستوى ظهور أي وباء، كيف يمكن الوقاية من أعراضه أيضا حتى يعني يتم التنبه، وإلى أين يتم اللجوء إذا ما حدث وصادف عرض أو عرضين؟ هل يعني أنا أتذكر يعني طبعا أيام السلم كما تفضل الدكتور كان دائما في التلفزيون الرسمي هناك يعني وزارة الصحة تعمل إلى برامج توعوية كثيرة في مسألة سواء التحصين أو يعني ظهور أي وباء، هل ما زالت هذه الأمور مستمرة؟ في الحقيقة دور الإعلام والمركز التركيز الإعلامي لوزارة الصحة كان بشكل كبير. ونعتمد بشكل عام على الملصقات الصحية والتوعوية والتي نحاول نشرها في جميع محافظات الجمهورية والمراكز الصحية والوحدات والزوايا في معظم مديريات الجمهوريه، بالاضافه الى ان لدينا توجه الان بالشراكه مع منظمات دوليه تعنى بالصحه والاغاثه الى توظيف المتطوعين المجتمعيين من ابناء المجتمع نفسه في التوعيه باهميه التحصين، باهميه النظافه الشخصيه وغسل اليدين والصرف الصحي والمياه المامونه، وفي الحقيقه هذه تجني ثمارها. نعم، طيب دكتور يعني مسألة وجود مثل هذه الحالات المشتبه بها أو عدمها، أنتم كمركز متخصص في الترصد الوبائي، ما الذي ينقصكم حتى تستطيعون تحديد يعني ما هذا الوباء، ما نوعه، يعني ما هي احتياجاتكم الضرورية؟ نعم، أنت لم تحددي بصراحة نوع الوباء نعم دكتور. هل تعنينا الانفلونزا الطيور المتوارده؟ أي وباء يظهر يعني هل لديكم الإمكانيات لتحديد نوع هذا الوباء، كيفية الوقاية منه، يعني ما هي أدواتكم لتشخيص المرض أو الوباء؟ نعم، بالحقيقة لا يوجد وسائل تشخيصية حديثة. نعم. وكلما ظهر وباء ننتظر إلى أن تقوم منظمات المجتمع الدولية بمساعدة وزارة الصحة على إعطائنا الأدوات المناسبة للتشخيص، وإذا علمت أن الدواء مثلا انفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور دواءه أو المضاد الفيروسي ليس متوفر باليمن بشكل عام، وإنما تلجأ المستشفيات والمراكز الصحية إلى استخدام المضاد الحيوي البكتيري كبديلا عنه. والذي لا يغني عادة. نعم، الحقيقة أنه لا يغني، وأنه يصل الشخص إلى
حالة متأخرة والوفاة. نعم، إذا دكتور يعني ما مدى تواصلكم مع منظمة الصحة العالمية، منظمة أطباء بلا حدود، حتى تزودكم بما تحتاجونه من أساسيات سواء العلاج الذي يجب توافره أو المحلل، يعني نحن على مستوى حتى مركز المختبرات الوطني لا يوجد لديه المحلل الأساسية لمعرفة المرض؟ نعم، في الحقيقة الجهود المنظمات الدولية مشكورة مرتين بمنظمة الصحة العالمية، ولديها تنسيق كبير مع وزارة الصحة ومكاتبها في جميع المحافظات والمديريات وعلى حتى مستوى العزل الفرعية، غير أن المعضلة الوحيدة التي تواجهنا وتواجههم هي كلما حاولنا السيطرة على وباء معين ويعني فرحنا بأننا وصلنا إلى درجة ممتازة فيه ظهر لنا وباء آخر ومرض آخر ولا نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور وليد الثجيري الطبيب والمتخصص في الترصد الوبائي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. إذن دكتور محمد يعني ما يحدث للأسف الشديد هو غالبا يعني كما تفضلت بداية الحلقة بسبب الحرب، ولكن هناك إهمال واضح وتقصير على يعني يقع على عاتق من يدعون أنهم في إطار المسؤولية، سواء سلطات الانقلاب في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها أو حتى على مستوى الحكومة التي لم نسمع لها أي يعني تواجد في ظل هذا الوباء، وكان يفترض أن يكون معنا وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي، ولكن للأسف الشديد لا يجيب على هاتفه في ظل عدم تحمل المسؤوليات بشكل يعني واضح وبشكل مسؤول فعلا. أين يذهب المواطن البسيط؟ عفوا أنا ممكن أعقب على مسألة الترصد الوبائي. نحن حتى لما كنا نشتغل قبل الحرب أنا كنت أحد أفراد الترصد الوبائي، فكل مستشفى خاص أو عام معنا فريق، معنا واحد من الفريق موجود جميل. يبلغ عن الحالات سواء كانت شلل أطفال أو حصبة أو أيا كان من هذه الحالات اللي هي أصلاً مطروحة كأمراض للتبليغ. لما إذا حصل أنه يكون في وباء جديد كمان يدخل من ضمن هذه القائمة. ومع الأسف الشديد نحن الآن في هذه الظروف اللي نحن موجودين فيها كل الأفراد اللي كانوا عاملين مع الترصد الوبائي في كل مستشفى لم يعد لهم وجود على ما أعتقد، وإن وجدوا فهم في نواقص كثيرة جدا يعني في مناطق لا تغطى. فهنا في عجز معنا في طريقة الأداء السابقة اللي كانت نحن ماشيين عليها. الترصد الوبائي أو العاملين في الترصد الوبائي سواء كان عندنا مثلا الدكتور فلان أو فلان من الناس اللي يشتغل كفريق عمل داخل تعز أو صنعاء أو أي مكان، عندما يحصل تبليغه بالحالة إذا كانت شلل الأطفال يشوف الحالة إذا كان ينطبق عليها الشيء المعين يؤخذ من فحوصات ترسل لعمان كانت أو للأردن أو لمصر مش عارف، يعني بشكل عام في اليمن كانت ما تؤخذش وبعدين نتابع الحالة على أساس إحصائيا أو تؤخذ الحالات للرقود وللمتابعة وتؤخذ منها الفحوصات. نفس الشيء كان كمان بالنسبة للحصبة ولغيرها يتم بالطريقة هذه. فنحن طبعا الآن نتيجة أنه نحن ماشيين في طب آخر اللي هو الطب الحربي. الطب الوقائي تقريبا هو أكثر الأكثر تضررا في هذا الوضع اللي نحن فيه، والحل الوحيد طبعا ما بيكونش إلا عندما على الأقل طيب يعني يفترض أو يكون في أخلاقية للمتحاربين بالضبط. يعني إذا كان الحرب هذه النقطة مهمة يعني الآن المستشفيات كلها تفرق في بلد للأسف الشديد واقعة تحت القصف من السماء والقصف من الأرض واستغلال بشع لكل يعني موارد البلد. يعني دكتور ألا يفترض بالعالم أن يلتفت صحيا ل يعني قنبلة يعني قابلة للانفجار في أي لحظة؟ نحن كمان نشكل خطر على العالم. نعم، لأنه أي وباء بيظهر في اليمن نحن موجودين. نحن صح ما يعني اليمن ما انتهتش لسه فيها ناس، وحتى إن لم يكن فيها ناس فنحن بالأخير في طائرة تخرج من اليمن وفي طائرة تجي لليمن ولو بالأسبوع يوم. هذوم الناس اللي يخرجوا بيدخلوا برضو بيشكلوا عائق، لأن مش كل الأمراض تشخص ولا في أمراض نحن ممكن نحملها وننقلها للآخرين ولسه ما شخص، يعني في حاجات جت من الماضي سافرت مع الزمن. فنحن نشكل خطر على العالم والعالم لازم يأخذ مسؤوليته. اليمن داخله بشر 25 مليون، معانا على الأقل 11 مليون طفل عرضة لأشياء كثيرة جدا، منها طبعا سوء التغذية لما أتكلم عنه معناته أنه الطفل ده أصلا معرض لكل الأمراض، يعتبر خطر لأنه يعتبر قابل لأي مرض في أي لحظة. يعتبر قابل للتوبركلوزيس للإيدز لكل الأمراض، يعني إحنا مش كل الحالات الإيدز نشخصها وخاصة عند الأطفال والأمهات. كمان الهيباتيتس بي موجود بشكل غير عادي، موجود عندنا في اليمن في انتشار لأمراض كثيرة جدا كانت قديمة أو حديثة
نحن نعاني من كارثة ومش كارثة محلية للأسف الشديد. مسألة مؤلمة للغاية دكتورة. نتحدث عن يعني كما تفضلت 25 مليون لا أحد يسأل عنهم للأسف الشديد، ولا أحد يعني يتبنى الحديث عنهم أو الاهتمام بهم. يعني نحاول أن نكون صوت هؤلاء الموجودين في يعني تحت ظل الحرب. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الدهبلي، كنت معنا في هذه الحلقة من المسائل اليمنية. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، وأتمنى أن تكونوا استفدتم ولو قليلا من هذه الحلقة. نسأل الله السلامة لنا ولكم، وكونوا برعاية الله وأمنه. شكرا جزيلا.